بس انا كنت عايز بس الاول طبعا الاول احنا كنا عايزين نهدي الدوري ده، اتفضل. لان طبعا كان كنا الجمهور اتحب بينادي لعيبته بالفوز بالدوري عشان يهدوه لاسلام اللي هو اللي توفى في المباراه بتاعتنا اللي اتلغت اللي هي في كاس السوبر، طبعا فاحنا بنهدي له الدوري ده لروحه الاسلام يعني مشجع الاسلام نادي مشجع الاتحاد. نادي الاتحاد، اوكي وان نادي الاتحاد فريق كبير جدا طبعا. اللي بسطنا كابتن سامو ومخلي ان المكسب ده حلو، ان انت بتلعب الاحسن فيرجن لنادي الاتحاد تقريبا في اخر 15 20 سنه، مظبوط. لان كل الدعم من الحاج محمد مصلحي للفرقه، عندك مدرب منتخب المانيا السابق، عندك التعاقد مع انس ويوسف شحاته، فانت بتلعب فرقه واقفه على رجليها اصلا، السكواد بتاعها جامد وقويه السنه دي، فده بيدل بقت ان أقوى يعني. بقت أيوه اقوى طبعا. فطبعا انت بتشوف ان المكسب بيبقى جميل لما بيكون على ال أنا لسه كنت بتكلم قبل ما حضراتكم تخشوا على شكل الحاج محمد مصلحي، يعني طبعا كان متضايق جدا، زعلان جدا طبعا. كان طبعا بيسامع كل واحد بيبوسه وبيحضن وكل حاجة، ده دوره كرئيس نادي وكل حاجة، ولكن كان شكله إن هو متضايق جدا على بصراحة هو مش بيأثر خالص مع إن هو مش فرقته، بيأثر الحقيقة. وهو احنا علاقتنا بيه كلها طبعا كل طبعا مجال، لان هو كان لعيب باسكت اصلا، طبعا. فعلاقتنا بيه قوية جدا. فهرجع لحقل الشفتات اللي حضرتك بتقول عليها، ان اللعيبه ده قدر حضرتك لعبت في النادي الاهلي وخدت بطولات كتيره، وعارف ان قدرك انك تفرح النهارده تصحى الصبح يقول لك البطوله يا كابتن اللي بعديها، ايوه صحيح. فده قدر الفرقه. هو الصعوبه شويه ان في ثلاث لعيبه مؤثرين اصلا مش يعني ما بيلعبوش معاك في الدوري، لان ممنوع احنا في الدوري نلعب بمحترف واحد، في البال نلعب باربعه، فهم بيتمرنوا معانا بس، فثلاث لعيبه بقالهم الفتره اللي فاتت دي بيتمرنوا معانا بس، ومن بكره بعد بكره يتمرنوا برضو معانا، ونلعب ماتش دور الثمانيه بقالهم كتير ما لعبوش مع الفرقه، ولاعيبه مهمين جدا محترفين. فبس طبعا دي طبعا مش هتبقى حجه او مش لا لا هتبقى طبعا. حاجه، يعني احنا ان شاء الله باذن الله عازمين ان احنا ان شاء الله نقدر نعدي الاول ماتش رواندا، احنا هنركز كل تركيزنا على ماتش رواندا، وباذن الله كده ربنا يكرمنا ونقدر ان احنا نرجع بالكاس، عشان هيبقى موسم غالي قوي بصراحه على بصراحة النادي هيبقى الاهلي. موسم وكانت مباراة النهاردة مهمة، لأن احنا كده الفريق المؤهل لمصر نلعب البال السنة الجاية.